القطعة راح تكون مرشة رباعية. بكل الغسالات تجي مرشة ثنائية أو مرشة رباعية، لكن هاي مرشة رباعية عندك مرشتين ثابتات، هاي ثابتة وهاي ثابتة، هاي راح تكون متحركة بحيث تعطيك مي بكل الاتجاهات. شوفون إذا الفرها على اليسار راح تفتر عندنا، وأيضا على اليمين راح تعطي مي بنسبة 180 درجة، يعني راح توصل المي للمناطق المناطق اللي تكون ضيقة أو المناطق. يلا حيوا متابعينا الكرام، شلونكم ان شاء الله بخير. طبعا الف مبروك فوز المنتخب العراقي بخليجي 25، وان شاء الله اليوم راح اشرح لكم على غساله الصحون ماركه ال جي كواد ويش او الضغط العالي. هاي الغساله لها ميزات هواي ولها مواصفات كلش هواي وتفرق على الغسالات الموجوده بالسوق بسبب المميزات الموجوده بها. راح نطرق لهاي المميزات ونشرح لكم شنو الفرق بينها وبين بقيه الغسالات. لكن قبل ان نبدا الفيديو مثل ما عودناكم اتمنى تصلون على النبي محمد وتفعلوا زر الجرس والاشتراك بالقناة. اول شيء على اعطيهم نظرة على الغسالة، انا قبل كل شيء راح اشرح لكم فقط على الغسالة او على شكلها وعلى مواصفاتها، اما على طريقة تشغيلها لا، راح اسوي لكم فيديو ثاني حتى اعزل لكم بين هذا الفيديو وبين الفيديو الثاني. الفيديو الثاني راح اشرح به طريقة الاستخدام من طاطا للسلام عليكم وشلون تربطها وشلون تخلي ملح الى اخره. اول شيء شكل الغسالة من الخارج هو من الستانلس ستيل، احنا دائما نفضل الستانلس ستيل او ننصح العالم انه يستخدمون الستانلس ستيل لانه يكون مقاوم للرطوبة. يعني كلنا نعرف الالوان او العفو الغسالات والطباخات بالذات يتعرضن للحرارة ويتعرضن للرطوبة ويتعرضن للمي، فدائما الصبغ اللي يكون بهن بعد مرور الوقت يوقع. ننصح دائما بالمكانات اللي تتخلى بها مثل بالحمام او حتى غسالات الصحون بالمطبخ تتعرض للرطوبه، بين طباخ الى غساله ياخذون الستانلس ستيل ويتركون بقيه الالوان لانه يكون عمره اطول وهو المعدن الوحيد اللي يكون مقاوم لدرجات الحراره ويقاوم للرطوبه. هذا شكلها من الخارج. طبعا وجه ستانلس ستيل، الجوانب ستانلس ستيل، سطح الغساله من ستانلس ستيل لكن مطلب ماده مقاومه وعازله حراريه. الغساله راح تجي شكلها كلش حلو كلاسيكي، ما بيها يده باب، يده الباب راح تكون من ضمن هذه الكسره الموجوده بالغساله، مجرد ما تسحبه راح ينفتح عندك الباب. الغساله تصميمها وديكورها كلش حلو، احنا تعودنا على غسالات الال جي تكون بها مواصفات وتقنيات متقدمه جدا بحيث تعطي غسل مضاعف، لكن بهاي الغساله شوهم يا علاوي راح تكون المميزات الموجوده بها من بخار، من ضغط عالي، من كوادوش، كلش حلوه وكلش راقيه. طول المجال بس خلص صامت دقائق تمام اجيتكم. هذه راح يكون بها ضغط عالي كواد ويش. بالنسبه لازرار تحكمها راح تكون بالوجه مثل ما ملاحظين، عندكم عده ازرار للتحكم راح اشرح لكم عليها فيديو ثاني طريقه استخدامها، منها الستارت، منها الكونسول، منها نظام الايكون، نظام التوربور، يعني هواي انظمه بها. خلنا نفتح لكم اياها ونشوفكم اياها. قبل ما نفتحها ضمان الماطور راح يكون عليه 10 سنوات ويجي بتقنيه الانفرتر اقتصادي. الغساله ايضا ما راح تحتوي على ما يحتاج تربط لها حار بارد لانه راح يكون بها هيتر داخلي، هي اوتوماتيكيا تحمي المي. اول ما نفتح الباب راح نلقي كتابات عندنا هنا مثل سمارت 10QAL والتاتش اون، راح يعطيك ربط مباشر عن طريق هذا البرنامج السمارت 10Q. هذا برنامج خاص من ال جي، تقدر تتحكم بكل منتجات ال جي تدعم هذه التقنيه، فاوتوماتيكيا تقدر عن طريق تليفونك تشوف درجه حراره الغساله، تريد تشغلها، تريد تطفيها، تشوفها يا مرحله وصلت. هاي الميزه كلش حلوه موجوده بها. عندنا هنا الانفرتر دايركت درايف اي اقتصادي، والماطور راح يكون دفع مباشر، وايضا عن طريق هذا السمارت نقدر نعرف اعطال الغساله. صار عندكم برنامجين، هذا الاول وهذا الثاني. اول ما نفتح الباب راح نلاحظ انه الغساله مصنوعه بالكامل من ستانلس ستيل، حتى العلامات من شركه ال جي مخليها. طبعا اللي يميز هالغساله تكون تصنيعها كوري. احنا دائما ليش نقول غسالات ال جي شويه مرتفع سعرها؟ لانه بسبب جودتها القويه وبسبب المواصفات اللي بيها والتقنيات الحديثه، ايضا تكون تصنيعها درجه اولى وتصنيع كوري، تصنيع كوري دائما يكون غالي. اول ما نفتح الباب راح نلقي السطح مالته والداخل كله ستانلس ستيل، عندنا هاي القطعه المربعه موجوده هنا. هذه القطعة هي عن طريقها قرب لي، هذه القطعة عن طريقها نقدر نخلي الزاهي، وهذه القطعة عن طريقها نقدر نخلي مسحوقات الفانش. بهذا المربع تقدر تخلي مسحوقات الفانش وبس تسد الباب وتشتغل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل شيء انت عندك، تسد الباب يطلع لك المواعين ناشفة ومغسولة. خلينا نتكلم لكم أكثر على الغسالة. الغسالة راح تجي بيها سلتين تمام، هاي اول سله وهاي السله الثانيه، لكن هاي السله الثانيه، لكن احنا هذه مو سلتين، اعتبرها ثلاث سلات. ليش؟ لان يعني هذه تعتبر ايضا سله تمام، هاي سله خاصه بالخواشيك، خاصه يعني شطلات، خاصه بالسكاكين الصغار، تقدر تخليها هنا وباي مكان يعجبك تمام، تخليها
او تغسل طبيعيا. هاي السله الثالثه خلاص اطلع لكم اياها على شكل. اول شيء هاي السله الاولى راح تجي من ستانلس ستيل ومصبوغه بماده مقاومه للمي ومقاومه للرطوبه. راح تسالوني نقدر نغسل بها جداري؟ نعم نغسل بها جداري، واي غساله بها المواصفات تقدرون تغسلون بها جداري. شنو هن المواصفات؟ تعال اشوفكم اياها. طبعا السله اللي تجي تكون بها القواعد متحركه مثل هاي، تمام، هسه حاليا هيك هي بوضع المواعين، تصفط بها المواعين. اما اذا تطبق هاي القطعه وتطبق هاي القطعه وايضا تجي تطبق هاي القطعه تطبق هاي القطعه، راح تصير عندك مساحه مفتوحه تقريبا بعرض شبرين، بطول شبرين وبعرض اربع اشبار تقريبا الى ثلاث اشبار ونص. تقدر تخلي بها جدار اثنين او تغسل بكل سهوله ايضا. هاي بالنسبه لغسل الجدار. هاي السله الاولى مثل ما ملاحظين وهذا حجمها. اما السله الثانيه اذا تلاحظون سلة خاصة بالمواعين وأيضا بها كم قطعة تقدر تعكسها وتخلي بها مواعين كبار أو جدار كبار هنا بكل سهولة. أيضا بها سلات اثنين موجودة بالجوانب، هاي السلات الاثنين مثل ما ملاحظين تقدر تخلي بها صفط الخواشيق الجفاتشير حتى تثبت بمكانها وتغسل عندك بكل سهولة. الغسالة راح يجي بالنسبة للسلة الفوق بها راح يكون بها نظام كلش حلو. مثلا انت خال فد مواعين كبار او يكون ارتفاع عالي بهاي السلة وتريد الصعد، تريد تكبر المساحة الجوة، شلون؟ عندكم زرين موجودة بهاي السلة، تعال شوفني اياها على اللاب. هذا الزر الاول وهذا الزر الثاني، تضغطون عليه الثلاث بنفس الوقت وترفع السلة، صار ارتفاعها عالي. عكسيا اذا ردت تكبر مساحة السلة الفوق، يعني تعطيها مساحة تظل ضاغط على هاي الدقمتين وتنزلها جوا، تشوفون المساحة اللي كبرت عندكم. بالنسبة للمرشات هاي الغسالة وليش تعتبر ايضا تقنيات حديثة بها، من اهم التقنيات انه راح يكون بها كواد ويش ضغط عالي، وايضا راح تكون تجفف عن طريق البخار عن طريق هيتر يعطي حرارة عالية يجفف لك المواعين بداخله، يعني تطلع المواعين شبه ناشفة بنسبة 90% بسبب هذه مضخات الكواد ويش الموجودة على جانب الغسالة اللي يدخل من يمها البخار او الهواء الحار ويجفف لك المواعين. بالنسبة لمرشات الغسالة راح يكون عندنا مرشة مرشتين، وهاي المرشه يسمونها الضغط عالي موجود عندنا هنا اللي تطي مي بكل الاتجاهات. ثلاث مرشات عندنا، لكن يميز هاي المرشات تختلف جذريا عن الغسالات اللي تكون بها مرشات بكل السوق. ليش؟ اول شيء هذه القطعه راح تكون مرشه رباعيه، بكل الغسالات تجي مرشه ثنائيه او مرشه رباعيه، لكن هاي مرشه رباعيه عندك مرشتين ثابتات، هاي ثابته وهاي ثابته، هاي راح تكون متحركه بحيث تعطيك مي بكل الاتجاهات. تشوفون اذا الفرها على اليسار راح تفتر عندنا، وايضا على اليمين راح تعطي مي بنسبه 180 درجه، يعني راح توصل المي للمناطق المناطق اللي تكون ضيقه او المناطق اللي يصعب الوصول اليها بالاخص بغسالات الصحون، فراح يوصل المي وتتنظف من كل الجهات بصوره متساويه. هاي المرشه اللي يميز غسالات ال جي بيها ايضا راح تكون ضغطها عالي، تضخ المي مثل ضخ الفاره او الفارة الغسل او مطار الغسل اذا شايفين يكون ضخ بها كلش قوي، فعن طريق هاي الفتحات الدائريه راح يطلع المي مضغوط ودرجه حرارته كلش عاليه، فراح ينظف المواعين بشكل كامل. هاي من المميزات الحلوه موجوده بغسالات ال جي. وايضا عندنا هاي المرشه الثانيه، بمرشات البقيه بالغسالات تكون بها فتحات من جوا، لكن هاي بها فتحات من جوا، واذا تشوفون من فوق علاوي عندنا مرش فتحات من فوق، فراح تطي مي باتجاهين، تنظف الفوق وتنظف القطعه اللي ما راح يوصلها المي الجوا من فوق ايضا. بالاخير عندنا مرشات الكواد وش موجوده فوق راح تضخ لنا مي ايضا، وراح تعطينا غسل متساوي من كل الجهات. هاي الغساله بيها نظام بخار او هيترين، هيتر الاول يحمي لك درجات الحراره توصل ل 140 ل 150، فراح يط درجه حراره كلش قويه، راح يتبخر بها المي بسرعه كلش قويه ويتحول الى بخار، بخار عالي الكثافه يعني حرارته كلش قويه، فراح يدخل بعمليه التنظيف وايضا يساعد على غسل الاوساخ. ايضا بنظام التجفيف مالته الهيتر الثاني راح يعمل على تدوير الهواء الحار والبخار الحار ويدخله حتى يجفف المواعين اثناء عمليه الغسل. هاي الغساله تعتبر من احدث الغسالات الموجوده بالسوق، نظام الكواد وش. هاي السله الاولى وهاي السله الثانيه، خلينا نرجع لكم او قبل نرجعها لا اذني شلون تترسها ملح، وهاي راح انزل لكم فيديو ثاني عليها حتى ما يصير الفيديو طويل وتملونه. راح ننزل فيديو ثاني على طريقه استخدام الغساله، تمام، وشلون تستخدمها من طاطا. للسلام عليكم. الغسالة تجي فقط بلون السيلفر، واللون السيلفر احنا ننصح به دائما. بالنسبة لسعرها يتراوح من 580 الى 620 دولار. صناعة كورية، ضمان عليها 10 سنوات، صيانة موقعية، متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوانها كرادة خارج مقابل ثانوية الإمام جواد. حياكم الله.